العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. هي وصفته سامي الشخصيات العسكرية والمدنية السادة المنتخب موظفي ومتقاعدي وأرامل أسرة الأمن الوطني. أيها الحضور الكريم، وقد أتقدم إليكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على تلبية هذه الدعوة وحضوركم لمشاركة أسرة الأمن الوطني ذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. الأمن الوطني بمدينة الداخلة على غرار باقي وحدات الأمن على الصعيد الوطني الذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تصادف 16 مايو من كل سنة انطلقت برفع العلم الوطني. ويعتبر هذا اليوم وقفة تأمل واعتراف لهذه الفئة من الموظفين المزاولين مهامهم في صفوف الأمن الوطني، اعترافا لهم بالتضحيات الجسيمة التي يقومون بها من أجل الصهر على الأمن وحماية الأرواح والممتلكات. رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة ألقى كلمة بالمناسبة ذكر فيها بمعرفة المديرية العامة للأمن الوطني من طفرة نوعية في السنوات الأخيرة من خلال اعتماد المناهج العلمية لمزاولة مهامها وتعزيز وحداتها، كما تم اعتماد معايير شفافة في التوظيف أفرادها، كما تم اعتماد آليات مضبوطة في ترقية أفرادها من خلال اعتماد الترشيح والكفاءات لكي يكون عنصر الأمن الوطني في خدمة المواطنين. وإن أسرة الأمن الوطني بالداخل الممتنة لهذا العطف الملكي السامي لتعاهد الله أن يبقى نساؤها ورجالها جنودا مجندين وراء جلالة الملك نصره الله لحماية أمن واستقرار رعاياه الأوفياء، وذلك تجسيدا للإرادة الملكية السامية الهادفة بالأساس إلى تكريس عمل أمني منسجم وهادف يتناغم مع تطلعات المواطنين ويسير مستجدات العصر في احترام تام للحريات العامة وحقوق الإنسان في إطار دولة الحق والقانون ووفق مقاربة تشاركية قائمة على التواصل والانفتاح على جميع مكونات المجتمع. ولتمكين هذه المؤسسة الأمنية من النهوض بمهامها على النحو الأكمل، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني المشروع الذي يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاة في العمل الأمني يستجيب للمعايير الدولية سواء في الجانب الهندي، وهو ما يعكس مجددا الرعاية الموصولة التي يخص بها جلالة أفراد هذه المؤسسة العريقة. وينسجم هذا المشروع مع الجهود المتواصلة لخلق مناخ اجتماعي منسجم يضمن لموظفي الأمن الوطني ظروف حياة كريمة وتغطية صحية مادية ومعنوية يمكنهم من أداء واجبهم الوطني في أيسر الظروف. عملا بالتوجيهات المولوية السامية انصب اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني على الاعتناء بالجانب العلمي والتقني في الميدان ضمان مواجهة ناجعة للجريمة المنظمة وأساليبها المستحدثة والتصدي للتهديدات الإرهابية. كما اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني مفهوم الشرطة المجتمعية لتطبيق فلسفة القرب والاستجابة لحاجيات المواطنين الأمنية اليومية بالسرعة المطلوبة وتكريس ثقافة الحوار وتعزيز روح التقارب مع المواطنين لنسج أواصر الثقة بين المواطن وشرطته تنفيذا لمبدأ المفهوم الجديد للسلطة، وذلك من أجل التعاون لضمان الأمن وتحقيق الاستقرار في المجتمع. فالأمن أضحى في قمة الأولويات في عصرنا الحاضر باعتباره أداة فاعلة في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. فلا تنمية ولا استثمار ولا تقدم ولا ازدهار بدون التأكيد بالمجهودات التي يبذلها كل أفراد الأمن الوطني بالدخلة من خلال حصيلة مهمة من الإنجازات في الفترة الممتدة بين 16 ماي 2018 و16 ماي 2019، والتي بلغ عدد المحالين فيها على العدالة 2797 شخصا، فيما تم التحقق من هوية 7031 شخصا وتوقيف 245 شخص في مختلف الجرائم. أما عدد ملفات النيابة العامة التي تم إنجازها فبلغ 3841 ملفا. تخلد المنطقة الإقليمية الأمنية الداخلة الذكرى الثالثة والثالثة من تأسيس المديرية العامة للوطن. هذا اليوم احتفالا خرجت به الوطن الشرف الأمنية للمدربين والفرق وفرقة إلى المدربة والإضافة إلى الحضارية والفرقة بالإضافة إلى وصلات نهائية إنشادية قامت بها مجموعة من تلاميذ المؤسسات التعليمية في مدينة الداخلة. في الحقيقة هذا اليوم تميز هذا الذكرى الثالثة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، صادفت تشييد مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني انطلاقا جلالة الملك المنصور جلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم. ذلك مختبر تحليلات وفحوصات خاصة بإفراد إنجازات وأخرى تم التذكير بها والإشادة بما تحقق من خلالها للأهمية القصوى التي يكتسيها العمل اليومي الذي يقوم به أفراد الأمن الوطني. الاحتفالية تخللها تقديم استعراضات ومحاكاة مشفوعة بوصلات فنية وطنية لاقت استحسان الجميع. الحفل اختتم بالدعاء لصاحب الجلالة والأسرة العلوية الشريفة. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.